السلام عليكم ورحمة الله. نجح طارق حامدي في تحقيق الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه لتكون أولى الميداليات لبعثة السعودية في أولمبياد طوكيو. جاء ذلك بعد خسارته أمام اللاعب الإيراني في المباراة النهائية، ودخل حامدي التاريخ بتحقيقه ثالث ميدالية فضية في تاريخ مشاركات السعودية بالأولمبياد. من أروع ما شاهد صراحة. مبروك السعودية، مبروك الكريم.